المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي. بداية سيادة العميد أهلا بك. اليوم قواتنا المسلحة دحرت الميليشيات بمنطقة كسارات بوعرقوب وكبدتهم وأيضا سيطرت على منطقة الكسارات وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. أخبرنا بمزيد من التفاصيل. طبعا الأحداث اليوم أعتقد تابعتها في خلال البيان الذي صدر عن المركز الإعلامي، وهذا يؤكد ثبات قواتنا وقدرتها وسيطرتها على مواقعها وقدرتها على الهجوم والمباغتة وقدرتها على المناورة وضرب تقديم أو ضرب العدو بقوة والتأثير فيه. وهناك طبعا الكثير من الخطط وكثير من البرامج ومن التكتيكات العسكرية التي تجهز الآن لكي تغير النسق وتغير الموقف العام بشكل كامل. نعم. وتفاجئ هذه الميليشيات لتحقق المبتغى الذي ذهبت إليه قواتنا. طبعا الخسائر كانت في صفوف الميليشيات كبيرة خلال هذه الأربعة أيام. نعم. أو الخمس أيام في أكثر من موقع، في أكثر من مكان، وبأكثر من أو في أكثر من معركة، وكانت في كل معركة تنال من معنويات هذه الميليشيات، وأصبحت المعنويات لديهم منهارة بعد أن اعتقدوا أنهم حققوا شيئا منها. وقواتنا بمعنوياتها بعقيدتها بإيمانها لا زالت مستمرة في أداء مهمتها على أكمل وجه، وبعون الله دائما إن شاء الله سنكون في الموعد ولن نترك بلادنا ووطنا للأخوان مهما كانت التضحية. ما هي أهمية موقع الكسارات سيادة العميد المهم في وادي الهيرة؟ طبعا هناك تكتيكات لدى غرفة العمليات، وحسب ما أخبروني غرفة العمليات لأن هناك طبعا الكثير من النقاط التي تركز عليها الغرفة لأسباب خاصة أو لأسباب تكتيكية، ولكن نعم. هذه المنطقة طبعا حاولوا التمركز فيها هذه المجموعة من العصابات الميليشيا والجويلي والمرتزقة الذين معهم، حاولوا التمركز فيها لاستغلالها كموقع جنبي لتقديم أو من خلالها للمباغتة أو فعل أي عمل عسكري في حال ما تحقق ربما أي تقدم في أي اتجاه آخر على أساس يستغل. نعم. ولكن طبعا ضربهم ودحرهم وإبعادهم ومطاردتهم أمنت هذا الموقع الحيوي الهام، لأن هو يعتبر خط مواصلات أيضا، وخط يربط يعني أكثر يربط قواتنا في اتجاهات معينة. لا أريد أن أفصح عن ماهية هذه هذه الطريق أو هذا البرنامج في ربط القوات بعضها. نعم. ولكن ما أريد أن أقوله أن غرفة العمليات متحسبة لكل الظروف، وهناك حسب ما أخبروني هناك مفاجآت يعني ستقوم بها قواتنا بإذن الله في أقرب أجال إن شاء الله، وانتظروها. ونقول لكل من يستمع إليكم ويتابعكم من الذين عملهم في قواتهم المسلحة، ثقوا في قواتكم المسلحة، ثقوا في نصر رب العالمين إن شاء الله بإذن الله. خالد المحجوب، العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوية، شكرا جزيلا لك.